Name back in.
الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء ذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تكلنا في تجربة لكنك من الشرير إنما سيسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه سترنا وعنانا حفظنا قبلنا إليه أشفق علينا وعضدنا وأتبنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذه الليلة المقدسة وكل أيام حياتنا كل سلامة ضابط كل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل واطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزح عنا وعن سائر الشعب وعن موضع مقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياه لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة العقارب بكل قوات العدو ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. نعم رعفات ومحبة البشر ونوات إليك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعز والسجود عليك بك معه ومع الروح القدس الروح المساوي لك الآن وكل أول دهب تباركنا يا رب كل بركة روحية تغفر لنا خطايانا تعطينا أن نمجد اسمك بشفاعة أمنا العذراء مريم والملاك الجليل الخييل والقديس ماري مرقس الرسول وبركة هذا الصوم بقولنا جميعا يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا إن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد آمين. تفضلوا استريحوا. ثانية من قطع المدايح اللي بتتقال في التسبيحة تسبيحة العشية دواء يبري كل الجراحات طوبى للروح مع المساكين فني مساكين من بعد العماد سيدنا صام 40 يوما في الجبل كاملين فجع في الآخر جوعا بلا نام فقصر الموجر
يقرب وينادى بيقين. قل له كل الحجارة أنت بكلام تصير خبزا يوحي الجاين. جبني وتدخلني في قوي معرفته فوق بابي أمو شاني أنا فرشق سيدنا من في قل ليس بالخبز يحيى الإنسان بل بكل كلام الله. اهرب من خلفي يا شيطان. فلما سمع ذا القول دهى وصار ذاهب مثلا دخان. فخاب أمله وانقطع رجاء وصار مخزي مطر ودمهان. لأنه للسنسار مسكين والسهارة لا يسطع عليهم بل يجيء للمتغافلين. في وسط شراقه يرمي طوبى للرحمة على المساكين. فالنير رحمة تحلي عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركاته من الان والى الابد امين. هقرا ويا حضراتكم جزء من الاصحاح 18 من إنجيل معلمنا لوقا من 1-8. وقال لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. قائلا كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يهاب إنسانا. وكان في تلك المدينة أرملة وكانت تأتي إليه قائلة انصفني من خصمي. وكان لا يشاء إلى زمان، ولكن بعد ذلك قال في نفسه إن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسانا فإني لأجل أن هذه الأرملة تزعجني أنصفها لألا تأتي دائما فتقمعني. وقال الرب اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم أنه ينصفهم سريعا، ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. في الأسبوع اللي فات ابتدينا نتكلم
في قراءات يوم الاثنين من كل أسبوع من أسابيع الصوم. وقلنا أن قراءات الصوم المقدس بتتميز بسمة مهمة، أن في كل قراءة يوجد فيها سؤال صريح أو سؤال بالتلميح، أو على الأدق في ممكن كل قراءة هي بتجاوب على سؤال، وتكون الفقرة الإنجيلية هي بمثابة الإجابة على هذا السؤال. وفي الأسبوع الماضي ذكرت أن الأسئلة وسيلة تعليمية مهمة للإنسان، والإنسان ممكن يتعلم منها سواء صغير أو كبير. الأسبوع اللي فات كان السؤال من هو أعظم، وكان ده أول يوم في صوم 55 يوم. النهاردة تأمل وياكم في الجزء الإنجيلي اللي قريته، اللي هو قراءة يوم الاثنين الماضي، اللي هو أول الأربعين المقدسة. وزي ما احنا عارفين أن الصوم هو الفترة التي ترتبط بين الصوم وبين الصلاة، وتربط بين الاثنين رباط وثيق. ونقول في المدايح، مدايح الصوم أو في اسمة الصوم في القداس، الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين، أو نقول الصوم والصلاة يخزيان الشيطان والزهد يهزم طغيانه. ففي ارتباط قوي ما بين الصوم وما بين الصلاة. فمن المناسب جدا في قراءات الصوم من أول الأربعين المقدسة أن يكون السؤال اللي نتأمل فيه النهاردة: كيف أصلي؟ كيف أصلي؟ لكن زي عادة الإنجيل بيقدم لنا الإجابة في قصة، لأن القصة أيضا وسيلة تعليمية مهمة لنا كلنا. بيحط المبدأ الأول: ينبغي أن يصلى كل حين، ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. القصة: قاضي في أرملة، والقاضي المفروض أنه إنسان يتسم بالعدل الكامل. هذا القاضي كان بيقول على نفسه: أنا لا أخاف الله ولا أهاب إنسان، يعني حقاني خالص، يعني كلمته زي السيف. لكن هذا القاضي كانت توجد في نفس المدينة أرملة، ودايما كلمة أرملة تعبر عن النفس المستضعفة. في تعريف الكتاب المقدس النفس الضعيفة خلي ملهاش سند، تأتي إليه وتقول له: انصفني من خصمي. طب انت قاضي. لكن كررت هذا الطلب مرة واثنين وثلاثة، فكر كده القاضي وقال: هذه الأرملة تأتي وتزعجني. طبعا المثل ده تشبيهي يعني، فعشان هذه الأرملة بتزعجني سوف أستجيب لها وأنصفها على خصمها. واستجاب. بنلاقي ربنا يسوع المسيح ينقل على طول على مدلول هذه القصة أو هذا المثل. إذا كان قاضي الظلم أو هذا القاضي الذي ظلم هذه الأرملة زمنا، إذا كان هذا القاضي عمل كده وأنصف هذه الأرملة، ما بالك بقى قاضي القضاة الله ذاته اللي هو كلي العدل يعمل ايه؟ فشوف النص الانجيلي يقول كده: افلا ينصف الله مختاريه الصارخين اليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم. وهنا نبتدي نخش في السؤال، وازاي الجزء الانجيلي ده بيجاوب عليه:
كيف أصلي؟ إزاي أصلي صلاة حقيقية؟ الله لما خلق الإنسان خلقه أولا خلق له العقل وقال له تصير كائن عاقل، لك عقل بيفكر، والعقل ده نعمة، وهخلق لك كمان هدي لك نعمة أخرى اسمها نعمة الحرية أو حرية العمل، هدي لك إيديك أو أصابع إيديك تصنع العجب، فبقى الإنسان عاقل وعامل. ثم أراد الله أن يعطيه البعد الثالث في حياته، فقال له هدي لك قلب، والقلب ده يبقى مكان للقاء بيني وبينك، فصار الإنسان عابد، عابد، عابد يعني متدين. وصار الإنسان في حياته شعور في كل إنسان، رغبة في الله، لدرجة بعض الكتاب يقولوا الصلاة تعبير عن رغبة الإنسان في الله، يعني كل إنسان الله خلق في داخله رغبة في الله. ليه؟ أصل الإنسان ككائن بيقف قدام ألغاز الحياة وهو متحير، يعني إيه حياة؟ يعني إيه خير؟ يعني إيه خطية؟ يعني إيه موت؟ يعني إيه ألم؟ يعني إيه سعادة؟ كل دي أسئلة الوجود الإنساني الكبيرة ليس لها إجابة سوى فالله، ملهاش إجابة في حتة تانية. وبالتالي الإنسان في داخله عطش، أنا بتكلم دلوقتي بصفة عامة، الإنسان في داخله عطش، وأرجوكم تحطوا خطين تحت كلمة عطش، وحنين للأبدية. لما بنرجع لقدماء المصريين بنلاقي عقيدة الخلود كانت تأخذ مساحة كبيرة، فالأهرامات زي أهرامات الجيزة، هذه الأهرام أو الأهرامات تمثل أصول عقيدة الخلود عند قدماء المصريين. الهرم ده مش مكان عظيم أو مبنى عظيم هندسيا، ولكنه بمثابة مدفن أو بمثابة التقاء بحسب مفاهيم مصر الفرعونية، التقاء وخلود. إذن الإنسان في داخله عطش وحنين للأبدية، يبحث عن الله، يرغب في المحبة، يرغب في الجمال، هو الإنسان كده. تكون النتيجة أن الإنسان تزرع في داخله روح الصلاة. اسمع كده بعض القديسين بيقولولنا ايه على حياة الصلاة اللي بنجاوب على السؤال كيف. قديس يوحنا ذهبي الفم يقول الصلاة سلاح عظيم وغني وغنى للرب، الصلاة قوية بل هي أشد من القوة. عايزك تاخد بالك ان الصلاة مش مجرد كلام، أو مهما اجتهد الإنسان لا يستطيع أن يصف الصلاة، الصلاة لازم تدخل فيها أنت. قديس تاني قديس أغسطينوس يقول الصلاة مفتاح السماء والسلم الذي نصعد به إلى الله. شوف السماء بعيدة إزاي، من خلال صلاتك تقترب إلى السماء، تصعد كأنك على درجات سلم. وقديس ديروسيوس يقول عبارة لطيفة قوي، يقول الصلاة شيء يمنحنا كل شيء. خدوا بالكم من بساطة العبارة، الصلاة شيء يمنحنا كل شيء.
ولذلك مسيحنا أراد أن نتمتع بهذا، فقال لنا صلوا كل حين ولا تمل. طيب إزاي هصلي؟ قبل ما أدخل في جو الصلاة حط قدامك بعض الأساسيات المهمة جدا. أول أساس وانت داخل في خبرة الصلاة ونعمة الصلاة، ضع في ذهنك أنك داخل لكي تقف أمام الحضرة الإلهية. أنت مش واقف تكلم واحد عادي أو واحد حتى رئيس ليك، أنت تقف في الحضرة الإلهية، كل التقدير، كل الخشوع، كل الرهبة، كل الاحترام، لأنك عندما تقف في الحضرة الإلهية كأنك تطرح العالم إلى خارج. تخيل كده وانت خارج من الكنيسة النهاردة قابلت ربنا يسوع المسيح على الباب، هتقول له ايه؟ أرجوك تنشغل بهذا السؤال. لو قابلت كده وانت راجع البيت قابلت مسيحك واقف على الباب، هتقول له ايه؟ ده أحيانا الإنسان لما يقابل شخصية مهمة يتلعثم في الكلام، يبقى مش عارف يتكلم أو الكلام يهرب منه. إذن يا إخوتي، أول شيء لكيما تصلي الصلاة التي يقبلها المسيح إلهنا، ينبغي أن تكون هذه الصلاة أنك بشعور الواقف في الحضرة الإلهية. بولس الرسول قال مخيف هو الوقوع أو الوقوف أمام الله الحي. دي نقطة. النقطة الثانية، عندما تدخل إلى جو الصلاة اكشف عن خطاياك. اوعى تدخل في جو الصلاة وانت بتقول أنا كويس يعني وحالي الحمد لله أحسن من غيري ويعني إحنا أحسن من غيرنا. لا، الصلاة الحقيقية تحتاج من الإنسان أن يكون بالحقيقة واضح قدام خطاياه. سأل واحد من القديسين، قالوا له ايه رأيك في الناس اللي بتشوف ملائكة تتراءى الملائكة لها؟ فأجاب وقال طوبى لمن يبصر خطاياه أفضل مما يرى ملائكة. وأرجوك تعقد المقارنة ما بين الاثنين. يعني الإنسان عندما يرى خطاياه مثلما قال داود النبي خطيتي أمامي في كل حين، لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، أفضل ممن يبصر ملائكة. ادخل جو الصلاة وانت مصمم انك تطرح خطاياك الحقيقية، مش بتجمل نفسك، مش بتخلي شكلك كده جميل قدام ربنا. نقطة تالتة، وانت داخل في جو صعيب، اول حاجة انت داخل في الحضرة الإلهية، ثم ينبغي ان تكشف خطاياك ضعفاتك. وكل يوم عندنا فيه ضعفات كثيرة، حتى بنيجي في صلاة النوم ونقول يا رب جميع ما أخطأنا بليك في هذا اليوم. ده مش كلام، ده خطايا فعلا، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكرة أو بجميع الحواس. الأمر الثالث، وانت داخل في جو الصلاة ينبغي أن تمتلئ بروح الشكر مش روح التذمر. أعمال الله مع كل واحد فينا لا تنتهي، وانت لو غمضت عينيك دلوقتي دقايق وتذكرت أعمال الخير اللي عملها الله معك النهاردة هتلاقيها كثيرة. الله أعطاك نعم كثيرة، نعمة الصحة، نعمة الحركة،
نعمة السلام، نعمة الطعام، نعم كثيرة لا يمكن أن يحصيها الإنسان. ادخل بروح الشكر بس بالترتيب كده، أنت في حضرة الله أكشف خطاياي، أشكرك يا رب لأني بكشف ضعفي، أشكرك يا رب على نعمك. الأمر الرابع أن تذكر المجتمع اللي أنت عايش فيه، أسرتك، أفراد الأسرة، كنيستك، الخدمة بتاعتك. وانت بتصلي من أجل هؤلاء أو بتذكرهم بالاسم، وذكر الاسم مهم جدا في الصلاة، بتذكر ذاتك في النهاية، وبيظهر في هذه الصلاة اللجاجة، اللجاجة بتاعتك. وكأنك بتقول كده مع داود النبي: إلى متى يا رب تنساني؟ أنا عارف يا رب أنك عارفني وفكرني وعارف ظروفي وعارفني بالاسم. وبترفع قلبك بهذه الصلوات وانت متأكد أن هذه الصلاة تصل إلى الله وإلى مسامع الله. وزي ما بنقول في أول مزمور في الثالثة، في صلاة الساعة الثالثة: يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب. أحكي لك حكاية على لجاجة الصلاة. كان الملك زينون أحد الملوك الأتقياء في القرن الرابع الميلادي، وكان هذا الملك عنده بنتين، إيلارية وسأوبستا. كان نفسه في ولد عشان يبقى ولي العهد يعني، لكن ربنا عطاله بنتين كويسين. لكن بعد زمن اختفت البنت الأولى. صور واحد إمبراطور مش لاقي بنته، دور عليها في كل مكان ما لقاش البنت، فقدت. قال خلاص أحط رجائي في البنت التانية وهي تبقى الملك أو الملكة بعدي. بعد قليل أصيبت البنت الصغيرة بأرواح شريرة وأتعاب، لفوا بها على الأطباء في ذلك الزمان فيش فايدة. فجم بعض الناس نصحوا الملك، قالوا له: إيه رأيك ما تاخد بنتك دي وتوديها الأباء البرية يصلوا لها، مشهور عنهم التقوى والروحانية وإخراج الأرواح الشريرة دي منها. فالرجل بعت، الملك بعت بنته وسأل: مين أكتر قديس عندكم هنا يقدر يصلي للبنت دي؟ فقالوا له: عندنا قديس اسمه القديس إيلاري أو الراهب إيلاري، وهذا الراهب ساكن في قلاية بعيدة وزي متوحد، وهو قامت قداسة ما يعرفش طبعا ان بنته دهيت في ذلك الزمان راحت تزيت بزي الرجال وعاشت الحياة الرهبانية وتسمت الراهب إيلاري. وابتدى هذا الراهب يصلي لها وفعلا أخرج بنعمة ربنا كل شيء وحش فيها. حب الملك ده يكافئ البرية وعايز يكافئ هذا الراهب، فعايز أشوف الراهب ده. فلما شاف الراهب هي البنت عرفته، هو معرفهاش، لكن ببكاء شديد وطلبت منه وعد وكشفت عن نفسها إن هي ابنته إيلارية اللي اختفت من زمن. كل القصة الطويلة اللي أنا حكيتها دي ما تمتش كده في أسبوع ولا اتنين، ده خدت زمن. لكن لجاجة هذا الملك وهو يصلي من أجل ابنته المفقودة وابنته المريضة، الله أعطاه الاتنين والاتنين في حال أفضل. إيلارية رجعت أو يعني صارت في هذه القداسة
وطريق الملائكي اللي عايشة فيه، وساوبستا رجعت اللي كانت مريضة رجعت إنسانة صحيحة. اللجاجة، اللجاجة يعني الإصرار على الطلب والإصرار باستمرار، إصرار على صلواتك المرفوعة. وقد تكون عدم استجابة الله هي الاستجابة ليك أنت، لأن لكل شيء تحت السماء وقت. أقول لك قصة تانية. هو كاهن وزوجته إنسانة برة، ولكن بحسب الزمن اللي عاشوا فيه لم يكن عندهم نسل، وكان هذا يعتبر عار، لكن ليس لهم غير الصلاة. والصلاة بقلب زي ما هحكي دلوقتي. هذه الصلوات التي كانت بلجاجة منه هو ومنها هي، أثمرت أن الله أعطاهم يوحنا المعمدان، زكريا الكاهن وإليسابات زوجته. بس أعطاهم إيه؟ ما أعطاهمش بقى واحد عادي، ده أعطاهم أعظم مواليد النساء. يا رب أنت تأخرت؟ قال لا أنا متأخرتش، أنا حبيت أديهم عطية فريدة كانت في هذا القديس يوحنا المعمدان اللي شهد له السيد المسيح أعظم مواليد النساء. إذن الحسابات مع الله، الحسابات مع الله تختلف عن حساباتنا إحنا البشر. قلت لك قبل ما تصلي يبقى ذهنك فيه إيه، ولو ابتديت الصلاة ينبغي أن تمتلك هذه الأربعة. أول شيء تتقدم للصلاة أنت وجواك إيمان حقيقي، إيمان إن ما تقوله يصل ويسمعها الله، والإيمان ده هو قائم على وعود الكتاب. يعني كل كلمة بتقراها في إنجيلك ثق إن ده وعد، ويكون عندك الإيمان والرجاء والصبر أن الله يحققه. يحققه إزاي؟ دي شغلانة ربنا. كمان وانت بتصلي لازم تصلي بدرجة من الانتباه. يعني أنا اللي بيدخل الكنيسة ويصلي لازم يكون منتبه تماما ولا يسمح لشيء يشتته. عارفين القديس أبو مقار يقول إيه؟ يقول اقطع شجرة الأفكار الشريرة قبل أن تصلي. يعني في شجرة في أذهاننا، شجرة مليانة أفكار، اقطعها قبل ما تصلي بانتباهك. التشتيت يضعف صلواتنا جدا. من العادات الغريبة في بعض كنايسنا أن الناس لما تيجي الكنيسة تقعد ورا وتسيب الصفوف اللي قدام فاضية. يوم لما يجي حد متأخر شوية مش لاقي مكان، يوم يضطر يجي لقدام، يوم يشتت كل الناس. ولو كان ماشي بالحذاء كده يعمل صوت يشتت كل الناس، في حين الأفضل إن دخلت الكنيسة أبتدي بالصفوف الأولانية شوية بشوية. وهذا الأمر ليس له علاقة بالاتضاع خالص، وإن أنا أدخل الكنيسة في منتهى الهدوء واستقر في المكان بتاعي. لو جه إنسان متأخر شوية ممكن يلاقي الصف اللي ورا اللي بعديه وهكذا. انتباهك. الشيطان ماكر وخادع، وأكتر حرب بيحاربنا بيها حرب التشتيت، تشتيت فكرك. تقف تصلي في البيت ما تخليش الموبايل جنبك، أبسط رنة هتشتتك. ده بيقولوا مصابيح الكهرباء دي
بتشتت أفكار الإنسان. يقول لك لما جيت صلي صلي في نور هادئ في بيتك عشان ما يبقاش فيه تشتيت، ما تبقاش حاجة في موجودة فوق راسك، عشان تبقى منتبه. عشان كده في الدير نولع شمعة، الشمعة الهادئة دي هي اللي تعطي للإنسان جو الخشوع وجو الوقار وعدم تشتيت الأفكار. صلي بإيمان ورجاء، صلي بانتباه، صلي باستمرار. اوعى تفتكر انك تقف النهاردة تصلي شوية او الدقايق دي وبعد كده تقعد فيها فترة وبعد كده تكسل، انت مش هتستفيد حاجة خالص. اختبارات الاباء بتقول امر مهم قوي، بتقول الإنسان عشان يتعلم عادة مقدسة ينبغي أن يمارسها لمدة 40 يوم متصلة. يعني عايز أتعلم صلاة معينة في الأجبية، مثلا صلاة باكر على سبيل المثال، طب إزاي أزرع العادة دي في حياتي؟ أزرعها أن أنا أصليها لمدة 40 يوم متصلة. ودي فكرة الأربعين مقدسة. لما أصلي باستمرار تبتدي عادة تتزرع جوايا. عايز تتعلم تقرأ الإنجيل يوميا تغرسها عادة، تقرأ الإنجيل لمدة 40 يوم يومي. حضورك في الكنيسة، استيقاظك المبكر، كل العادات الروحية بتاعتنا. طب افرض جيت كده بعد مثلا 18-19 يوم وفوتت يوم، يقول لك لا ابتدي من الأول تاني عشان تغزر عادة وتصير عادة تلقائية كده زي عادتنا العادية. انت حضرتك بتقوم من اليوم الصبح تاخد فوطة الوش، حاجة تلقائية. ازرع عادة باستمرارك. الأمر الرابع، صلي بهدوء. بهدوء، كل مصدر يعمل صوت هيشوشك ويبعد عنك تركيزك. لدرجة مرة من المرات سأله عالم كبير، عالم في العلوم يعني، بس كان بيقعد فترات طويلة في الصمت يفكر. فسألوه في يوم من الأيام، إيه أهم فترة في حياتك؟ إيه أهم فترة هادئة في حياتك؟ فسكت قليلا كده وقال إجابة لطيفة قوي، قال 9 شهور اللي أنا قضيتهم في بطن أمي، كنت في منتهى الهدوء، محدش ويايا ومتمتع بهذا الهدوء. طبعا دي إجابة يعني رمزية. العالم النهاردة يا إخوتي عايش في الدوشة، في الضوضاء، في الزحمة. التلفزيون شغال 24 ساعة، كان زمان أظن يقفل بين الساعة 12 ولا حاجة وبعد الساعة 12 كده يعمل صوت، مش كده برضو؟ النهاردة بيقفل إمتى؟ ما بيقفلش. ضوضاء الحركة وضوضاء الأجهزة اللي في إيدينا، عشان كده الإنسان مش عارف يصلي، مش عارف يصلي. وأنا أدعوكم إن كنائسنا تبقى واحات للهدوء، الهدوء الشديد، لأن بهذا الهدوء، الهدوء طبعا عايز نظام، بهذا الهدوء يبقى الإنسان عارفين نصلي، عارف تقف قدام ربنا تتمتع بالساعتين أو الثلاثة اللي هتقضيهم في الكنيسة وهكذا في البيت. طيب هنقف نصلي، هطلب منك إيه يا رب في كيفية الصلاة المقبولة؟ أطلب من مسيحك برضو
أربع أمور أساسية. أولاً أطلب ملكوت الله وبره. نصيبك في السماء أغلى من كل شيء، بتشتغل وبتحقق وبتنجح وبترتقي لمناصب وربنا يوسع لك رزقك، لكن الأغلى من ده كله نصيبك في السماء. بتخدم، بتعامل ويا ناس، بتعلم ناس، حضرتك بتربي أبناء وبنات، سواء أخت متزوجة أو أخت مكرسة أو إنسانة عابدة. كل واحد له مسؤوليته في العالم، لكن طلبتك الأولى أطلب أولا ملكوت الله وبر. ودي كانت في إنجيل الأحد الماضي. رغم أننا على الأرض لكن مدينتنا هي في السماء، زي ما بيقول القديس بولس الرسول. خلي قلبك مشغول دايما بمسيحك، اطلب مسيحك ليل ونهار، زي ما بيقول كده: أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ بحب الآية اللي بتقول لنا هذا الكنز في أواني خزفية. الإناء الخزفي هو كل إنسان، وهذا الكنز هو المسيح الذي يسكن فيه. مسيحك كنزك. أطلب نمرة واحد ملكوت الله وبر. نمرة اتنين أطلب تغيير قلبك. ما هو محدش يقدر يغير قلب الإنسان ولا فكره غير نعمة الله. مسيحنا القدوس هو الذي شفى الأعمى. المولود أعمى، المولود أعمى ده هو اللي شفاه المسيح، اتغير صار يبصر نورا. الله هو الذي غير طبيعة الأسود المفترسة في حياة القديس دانيال النبي، ويقف يقول كده بمنتهى الثقة: إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. ويعني أسألك سؤال: هو مين كان خايف من مين؟ دانيال خايف من الأسود ولا الأسود خايفة من دانيال؟ بالصلاة صارت الأسود خايفة من دانيال. طب مين اللي غير طبيعتها المفترسة دي؟ الله. الله هو الذي غير طبيعة النيران في قصة الفتية الثلاث. هو الذي غير طبيعة الماء عندما شقه موسى النبي بالعصا. والقصص لا تنتهي. اطلب تغيير قلبك، قل له كده: قلبا نقيا، قلبا جديدا، انزع يا رب من داخلي قلب الحجر، أعطني قلوب لحمية، قلوب تمتلئ برحمتك، قلوب نقية. أعطيني يا رب القلوب السماوية اللي تشوفك. لما يقول لنا المسيح ها ملكوت الله داخلكم، يبقى معناها إن الملكوت جواك بس أنت اللي مش شايفه. أمر ثالث تطلبه، أطلب من الله وانت بتصلي أن يحقق وعوده. الله صادق وأمين في كل وعد قاله. هو يسمع صلواتنا، هو يستجيب لنا، هو يعطينا الوقت المناسب للاستجابة. وإلا أقول لك ارجع لإبراهيم أبو الآباء، ولا ارجع ليوسف الصديق، ولا ارجع لداود النبي، ولا ارجع لنوح البار. ارجع لقامات الإيمان. اطلب منه أن يحقق لك وعوده، يحقق الوعود اللي انت بتقراها في الإنجيل. قل له: يا رب أنا واثق في هذه الوعود، وأنا واثق أنك أنت هتحققها. وامسك في وعود الله واثق أنها تتحقق. تقول لي: الصورة مش باينة، ده يوسف ترمى
في البير، ده يوسف اتحط في السجن، ده يوسف اتعرض للأذية. أقول لك الوعد، كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. وعود الله لا يمكن أن تسقط، حرف واحد من كلام الله لا يسقط. لما بنقرأ الآية الجميلة اللي بتقول السماء والأرض تزولان وحرف واحد من كلامي لا يزول، في الأصل اليوناني كلمة حرف واحد دي أصغر حرف في الحروف الأبجدية، حرف عامل زي حرف الآي بالإنجليزي كده، حرف صغير جدا. حتى هذا الحرف الصغير ما يضعش، لا يسقط. اطلب تحقيق وعود الله. انت يا رب قلت، انت يا رب وعدت، ووعدك صادق وأمين. اطلب كمان، اطلب انه يفرح قلبك. لا يوجد شيء على الأرض يا أحبائي يمكن أن يفرح قلب الإنسان ويعزيه بمقدار الفرح والسلام اللي ممكن يعطيها الله. اطلب أنه ينزع الشياطين وعدو الخير من طريقك. والفكر اللي أحيانا يتعب الإنسان في ذهنه، اطلب يا رب، اطلب من ربنا وقل له يا رب فرحني، خلي قلبي دايما متهلل بيك، خلي قلبي دايما فرحان بيك يا رب انك ساكن في حياتي. حاجات صغيره جدا في حياه الانسان يمكن ان تفرح قلبه. المهم خليك باستمرار، مش هيفرحك ولا يملأك بالسعاده الحقيقيه الا شخص المسيح. اطلب الأربعة دول باستمرار، ملكوت الله وبره، اطلب تغيير قلبك وفكرك، اطلب أن يحقق وعوده ليك، اطلب أن يملاك بالفرح وبالسعادة. تلاقي حياتك مليانة بالرضا وحياتك مليانة بالفرح كل يوم، وماشي في طريقك وانت في قمة السعادة، حتى لو كان في يدك شيء قليل لكن فرحان. وتقول كده في كل عمل صالح، الله يعطيه ليا، هو من يدك يا رب، وعشان هو من ايدك هو بيفرحني. والعالم لا يعطيك فرحا حقيقيا، مسيحك هو الذي يعطيك فرحا حقيقيا. فترة الصوم يا اخوتي فترة غنية وهامة جدا، واختبر فيها عزوبة الصلاة، واختبر فيها مع صلوات، مع أصوامك اختبر قوة الصلاة، اختبرها، واجعل بيتك ملآن بالصلاة، انت زوجتك أولادك وبناتك، جمع البيت وقفوا ارفعوا صلاة، ما يهمش طولها قد ايه لكن يهم عمقها قد ايه. أحيانا نستقبل ناس بيزورونا في البيت، وأحيانا نقابل ناس في الكنيسة أو في المجتمع بصفة عامة. إيه رأيك؟ خلي الصوم ده هو فرصة إنك تستقبل المسيح ذاته وتجعله زائرك المحبوب في كل يوم جوه البيت، تقعد وياه، تقعد ويا الكلمة المقدسة في العهد القديم والعهد الجديد، في القراءات النسكية والقراءات الروحية، كتب كتيرة. مثلا من الكتب الجميلة اللي أنصحك بقرايتها كتاب سيدنا البابا الأنبا شنودة، كتاب حياة التوبة والنقاوة. خده الكتاب ده واقراه طول فترة الصوم، وهكذا اجعل هذا الصوم صوم مقدس بالصلاة. إنجيل تأمل النهاردة بيجاوب على السؤال إزاي أصلي، زي ما قلنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. عايز أقول لكم أن في معرض
للجنة التنمية الاقتصادية. المعرض ده فيه معروضات مشارك فيها عدد كبير في مشروعات صغيرة. المعرض ده في القاعة تحت الكاتدرائية، أدعوكم لزيارته والتمتع بيه وتشجيع كل المشروعات اللي تمت فيه. احنا افتتحناه قبل الاجتماع، وأحبك تشجع كل الأنشطة اللي تمت فيه. والحقيقة هو في حاجات مشغولات فنية جميلة ومفيدة وحاجات لاستخدامات البيت. الأمر الثاني، احنا بنفرح ويا الكنيسة الكاثوليكية في اختيار بابا روما الجديد البابا فرانسيس، وفي وفد باسم الكنيسة حضر مناصب التجليس في روما امبارح، واحنا فرحانين وبعتنا خطابات متبادلة مع الكنيسة الرومانية، وفرحانين انهم بسرعة بعد البابا السابق اللي نذكره بكل خير انهم قدروا يختاروا بسرعة انسان مبارك يقود الكنيسة. تهانينا لكل الكنيسة الكاثوليكية في كل العالم. تفضل. Nino jednog sebe tri, ke i oke agiom nev madi ke ninkai, ke sto se ona sto ne ona na min te noše vodin, je obin čoj. Erniste vineri je gunne mene one mene gorše ende v sotan ke ne novi snem on ona i ladna kisit prerisim u sistemit u i binti milši i sedi ime tkallu indi akubi nogin andi mathu sara bi ketil zubli te daviti sufiye te solon bibni mambarak le dom vi dabiye din ya bu stolos kisifi are u an khayb tarat fin bin yod hittayot un an shirin sibaba ليترافع الله علينا وباركنا ويسرج علينا وارحمنا يا رب. خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشار الصليب المحي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها لنا في كل حين، وليتي لله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عند غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السمائية وكل الذين أرضوا رب عملهم صالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة هذا الصوم المقدس الذي مخلصنا الصالح، بركة أمنا العذراء أولا وآخرا، بركاتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفعتهم قوتهم تكون مع جميعنا. أمين بخلصوص بالنوت. أمين. أيها المسيح إلى هنا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين. والآن محبة الله الآب ونعمة الوحيد شركة ابنه عطية الروح القدس تكون مع جماعكم. أمضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم ومع روحك أيضا إلى موت.